عمي خير إن شاء الله. أهلين يا عمي، شو هالمناسبة السعيدة اللي خلتك تدق لي؟ شو يا خانوم؟ لأيمتى بدك تمي بلا رجال؟ الناس أكلت وشي، ما في غير عم يقولوا لي هي مطلقة هي اللي مطلقة. أنا جايب لك عريس. بلا شو؟ وهالمرة دخلك شو تمن هالجوازة؟ لك مو عيب عليك تحكي هيك مع عمي؟ لك أنا عمك، أنا اللي بقرر إيمتى بدك تتجوزي، وهلا أنا قررت بدك تتجوزي يعني بدك تتجوزي. إيه لا عمي، ما حذرت، ما بدي اتجوز، هي حياتي الخاصة وأنا حرة فيها، وعلى فكرة أيام الوصاية وليت، الله معك. شو ما زين؟ شكله ما مشي الحال يعني؟ خلص ما تاكل هم، أنا عم أقول لك عطيني شهر ونص بتكون ببيتك على سنة الله ورسوله، شو بدك أنت بهالقصة؟ لك شو بدي أحسن من هيك؟ والله العظيم عمي أبو ناصر بيتقل بالدهات. وأنا لعيونك شو بدك؟ أنا جاهز. ما تاكل هم. لك يا عيب الشوم بس، لعما انت ما صدقتي تطلعي لحتى يلا مقضيتيها طالع فايتة وتفلتي على كيفك؟ والله يا ريت تلتهي بمشاكلك اللي ما بتخلص وتحل عني. أصلا ما حدا جاب العار للعيرة غيرك، من وقت ما طلقتي صار لازمك رجعي طبك بقى. ولك وحدة دارسة متعلمة ومثقفة مثلك لازم تحترم عمها يلي مفضل عليها. يا مطلقة روحي وتعي على كيفك يا عيب الشوم عليكي. اسمع يا صغير انت وياه، نقلعوا من وشي أحسن ما قبليكم بقصة بمئة سنة ما بطلعوا منها، نقلعوا! وشي تبنينا يا عيب الشوم بس، طاع كيفك جميلة؟ الحمد لله تمام حبيبتي، إذا فاضي خليني شوفك بالكافة. أي متضايقة شوي. يلا ناطرتك يا روحي، باي. وما بيكفي من ورا هالجواز اللي جوزني اياها راح اتفق مع جوزي اني ما كفي دراستي، تخيلي، ولهط كل الورثه بحجه الجهاز. طب وانتي هلا ليش متضايقه؟ فهميني. لك متضايقه من عمي واولاده، عمي هلا جايب لي عريس ثاني، تخيلي. يا حبيبي شو الشغله على كيفه؟ انتي مالك صغيره وفينك تقرري مصيرك. لك والله فهمتوا هالشي، بس ولاده ما عاد سكتوا على الطالعه والنازله بيسمعوني حكي. طيب اشتكي عليهم، يعني انت محاميه وفينك توقفين عن حده. ما بقدر، بيضلوا ولاد عمي والدم بعمره ما بيصير مي. انت وهالافكار بس طفلي. ماشي ماشي حبيب، يكتر خيرك انا بتصرف. كتر خيرك، تفضلت تفضلت، الله معك، مع السلامة. خير أبو مازن، شو صاير معك؟ والله بيني وبينك يا حامي، الشرطة قبضت على ابني. لا لا لا، ليش شو عامل؟ تجارة مشمول، في واحد من التجار متزاول منه عمل له كمين. بيني وبينك يا حامي، خايف يفوت الولد لجوا على الحبس ويتختخ جوا. موضوعك عندي، أنا رفيقتي هيك أحسن محامية بالبلد، هي البنت من يوم ما تخرجت لليوم كل القضايا لسلمتها ربحتها. لك ايدي بزنارة، قوم نروح لعندك. ما في داعي ما في داعي، هلا بدق لها تليفون هذه الساعة، هلا بتكون قاعدة بالكافيه بنروح لعندها. يلا بماعيتك. الو كيفك يا احلى استاذة بالبلد؟ انا حامل. وينك انت؟ بالكافيه مثل العادة. انا جاي لعندك انا وصديقي، بدي اياكي موضوع ضروري. شراب قهوة وهدي أعصابك أبو مازن. أنت مالي إيدك كثير من المحامية لما لا اللي دخيلك يا رجل. لا عم أقول لك تاخذها بشواربي. يا رب. شراب قهوة. أهلين أستاذة، تفضلي 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 ارتاحي تفضلي. ميت أهلا وسهلا، تفضلوا يا جماعة تفضلوا تفضل أبو مازن. الأستاذة شغف أهم محامية بالبلد، أبو مازن من التجار الأكابر المحترمين اللي بيعجبوكي. ألف مبروك البراعة يا مازن. الله يبارك فيك يا بنت عمي ويكتر خيرك.
بس انت كمان في حق عليك، يعني ما كان المفروض تسمح لهم انهم يورطوك هالورطه، المفروض تكون صاحي اكثر. والله معك حق، انا غلطت بعترف. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، انت فضلتي على راسنا. وطلعت مازن بخير وسلامه بتسوى الدنيا ما فيها. شو مشغول عمي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. بدنا نعطيكي اتعاب القضيه وانا بعرف انك انت بتاخذي كثير، بس اعوذ بالله فرانك ما باخذ منكم عمي، انتوا اهلي وناسي وبكفي انك من ريحه المرحوم ابي. ابوك وامك لو عايشين كانوا رفعوا راسهم فيكي، ونحن هلا رافعين راسنا فيكي لانه انت شرفتي بعيلتنا.